الطفلة سرى ولدت عام 2014 مصابة بتشوه ولادي، تم إجراء عملية لها على نفقة والدها طبعا اللي يعمل كعامل بأجر يومي. الطفلة مصابة بضمور في الدماغ وهي بحاجة إلى علاج ومقويات وطبعا مصاريف ما تتحملها هاي العائلة. أهلها صار عليهم من الصعب جدا تأمين هذه المبالغ للعلاج، لذلك هم يناشدون، هاي مناشدة إلى وزارة الصحة وإلى كل الخيرين اللي قادرين يدعمون هذه العائلة. خلونا نشوف. عم نحكينا عن حالة سرى. والله أستاذ هاي من 2014 هي جتني وصار عمرها 8 سنين، سويت لها عملية، المخ مالها كان طالع برا بكيس، أي كلفني 9 ملايين، بعت عندي ما عندي عليها ورجعته. هسه انا علاج ما عندي، هسه عندها ضمور والعلاج مالها غالي وما اقدر، وانا قاعد بخيمه واناشد رئيس الوزراء، ها اناشد كل مسؤول شريف يباوع على حالتي ويباوع على طفلتي. شنو المرحله اللي وصلت لها هسه بالعلاج؟ شنو اللي تحتاجه؟ هسه يراد لها بس مقويات يعني هسه انا جاي لها دكتور جمعه ببغداد انوار جمعه بس على مود بحيث تمشي، هي كانت ما تمشي ولا تاكل ولا هاي، هسه الحمد لله هسه من وقفها تقرا، بس بحيث يرد لها مقويات. المقويات والله كل شيشه ب 50,000 اجيب، هسه يراد لها قال لحالي نارانيه ليش يردون 300، وانا ما عندي 300 و200، انا اشتغل 10,000 دينار من اليوم 300 وعندي 9 نفرات. الله يساعدكم. الله يساعدكم. زين عمو انت هسه شنو تشتغل؟ هاي والله عامل. والله شغل ب 10,000 دينار. هو انا يومين اشتغلنا ب 10,000 دينار. زين. هي هسه ايش قد عمرها قلت لي؟ عمرها 8 سنين. 2016 هسه 6 طبت هاي السابعة. يا الحمد لله عندها تحسن على العلاج، عندها تحسن. العلاج غالي بس انا قطعت عمري صار تقريبا شهرين. ما اقدر اجيبه. يعني انا الشيشة ما طولني ربع شهر. والله اسبوع 3 اسابيع اقطع، شو اسوي؟ ما عندي اجيب لها، يعني تريد لها علاج 4 شياش 5 شياش باليوم يعني بالشهر، وكلفة علي شيشتين ب75 وجاي اجيبهن الحين. مثل اروح له بالصيدليه اذا يكلف علي بال 150 اجيب حق 75، 75 ما اجيب، ولازم انا استمر على العلاج كامل، يعني العلاج اجيب لي اياه على مودينا بحيث بس تمشي، كل شيء ما اريدني بس اذا تمشي. اي هو كتب لي الدكتور المقويات قال لازم تستمرين عليها. ما اقدر اجيبها، وانا شنو قاعد بخيمه.